كانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت أن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء. هذا وقد صرح الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو في مجلس السيادة السوداني، صرح بأن وقف إطلاق النار سيبدأ في الرابعة مساء بتوقيت جرينتش ولن يتجاوز مدة 24 ساعة المتفق عليها. يمكن هنالك مقترح يمكن تم تقديمه لنا من المنظمة الأممية وأيضا باتصالات من الدول الشقيقة ووزير الخارجية الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة. نحن وافقنا على ذلك لمدة 24 ساعة فقط. لماذا؟ نظرا للظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها مواطنو الخرطوم، التحركات أصبحت صعبة، المستشفيات والخدمات في الكهرباء والمياه، نحتاج لهذه الـ 24 ساعة لسماح للمواطنين بالحركة وللجهات الحكومية المسؤولة بتأمين الاحتياجات اللازمة.